عندما نتحدث عن الكعبة المشرفة تأتي الكثير من الأسئلة في الأذهان، أبرزها هو السؤال عن طريقة غسيل سطحها والتي تعمل عليه سواعد متخصصة خدمة لهذا البيت. أعمال بأعداد هائلة من الكوادر البشرية والمعدات والتي تعمل على الاهتمام لنظافة الحرم بأرقام كبيرة. يتم غسيل المسجد الحرام 10 مرات يوميا وبكادر بشري يقدر ب4000 عامل وعاملة و200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية، مستخدمين 470 معدة وآلة وأكثر من 80,000 لتر من المطهرات و1200 من المعطرات. وإذا ما تحدثنا عن السؤال الأهم وهو أسلوب غسيل وتطهير سطح الكعبة المشرفة، يتم تطهير سطح الكعبة المشرفة بأحدث التقنيات الموجودة، وذلك للمحافظة على جودة الرخام وإزالة العوالق الترابية عبر فريق وطني فني مختص في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة. 20 دقيقة فقط هي الحد الأقصى لإتمام غسل سطح الكعبة، حيث تبدأ بالصعود على الرافعة ارتفاعا إلى سطحها، وتليها عملية إزالة الغبار والنمش من أعلاها وغسلها بأعلى التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطهير لحامل ثوب الكعبة بالمطهرات المختصة تختم برشها بماء الورد وتجفيف. الإخبارية عبد الرحمن السمير، مكة المكرمة.